طعام الزمان عايز اكل زمان، وطبعا هم الستات اللي هم بيعرفوا اكل زمان. احنا مجموعة ستات مع بعض فكرنا فكرة جديدة ساعة أزمة الكورونا، ولقيت بعض الستات قاعدين، وسبب يعني الكورونا كانت سبب في أزمة في ضيق الحياة لناس كتير. فكرنا إن احنا نعمل مشروع الأغلب فيه تبقى العمالة ستات، ففكرنا نعمل مشروع إيه ستات شاطرة في الأكل البيت، وكل واحدة فينا ورثة حاجة عن والدتها عن جدتها. فبدأنا الفكرة من كده إن احنا نعمل أكل بيتي بطعم أكل زمان، وكل اللي شغالين معانا أغلبهم ستات، من أول خبازة، الشيفات في المطعم جوه ستات، لأن الست أصلاً يعني بتدوقي من إيدها أحلى أكل، يعني معروف نفس الست بيبقى جميل. ففكرنا بقى إن إحنا كلنا نبقى ستات مع بعض. ما يميزنا هنا برضو إن الأكل اللي بنعمله فريش، وقت الأوردر ما بيطلب الأكل بيتجهز وتعمل في ساعتها، مش عندنا أكل مركون، مش لا، كل حاجة بتتجهز وتعمل في نفس التوقيت. اغلب الناس بيجوا عندنا عائلات، يعني حد يحب يخرج اولاده وزوجته وكده، بيجوا عائلات عندنا كتير بصراحه، وبيستمتعوا جدا بطعم الاكل عندنا. الاسعار عندنا جميله جدا بصراحه، اسعار في متناول الجميع، يعني الاسعار فراخ اسعارها حلوه قوي، المشاوي اسعارها حلوه، عندنا سلطات برضو اسعارها حلوه قوي. طبعا جوزي دعمني في الموضوع دوت وشجعني عليه كتير، وجبنا فعلا قعدنا مع بعض وفكرنا واخدنا المكان، وحتى الديكور وعملناه بحاجه زمان، يعني عم شكشك بوجي وطمطم، اللي هو الوقت اللي احنا كنا زمان اتربينا عليه. خريجة سياحة فنادق، بقالي 3 سنين في المجال ده. قبل كده كنت شغالة في فنادق، وبعد كده اتجهت للمطاعم. بدأت هنا مع الناس من أول الافتتاح، وربنا كرمنا الحمد لله. احنا مجموعة ستات بتعمل الأكل، وبنحب ان احنا نشارك بعضينا وبنساعد بعضينا في كل حاجة. الشيفت بتاعنا 9 ساعات، بنيجي هنا من 12 ل 9 وشغالين مع بعض، وبنحب بعض جدا، عشان كده المكان ناجح. يعني انا متخصصه في قسم السلطات، وساعات بنقل في المشاوي او في قسم السخن مع الباقي. يعني انا بحب اساعدهم في كل الاقسام، بحس ان انا ابقى ملمه في كله، بحس ان لو حد فينا تعب يشيل بعض. يعني لو انا قادره ان انا اوفق ما بين البيت وما بين الشغل هعمل كده، بس مجالنا ده صعب جدا انت توفقي بين الاثنين. خمسة وعشرين سنة جوزي مات، ومعايا 4 أولاد، وما كانش لينا دخل، فأنا خرجت أشتغل عشان خاطر أعول أسرتي. بشتغل من سنة 80، أول ما باجي الساعة 3 بخش أعجن العجين، وبعد كده بقرصه على الطوالي واستنى بتاع ربع ساعة، وبعدين أبدأ أخبزه، وبيطلع سخن للجسم. كلنا ستات ويا بعضينا، كل حاجة بنعملها بإيدينا. طعام الزمان عايز اكل زمان، وطبعا هم الستات اللي هم بيعرفوا اكل زمان. انا بدات من 5 سنين كنت بعمل اكل بيتي. انا معايا دبلوم تجاره، والدبلوم التجاره ده ملوش علاقه بالطبخ اصلا. انا حابه الموضوع قوي، ويعني اتعلمها عن مامتي طبعا، وانا كانت هوايه عندي الاكل والحلويات، مش الاكل بس، محاشي، الممبار، الرز بلبن، رز معمر، مكرونه بشاميل، كل الحاجات، رقاق، جلاش، اي حاجه في الاكل البيتي. واحنا هنا متخصصين بالسمنه البلدي، لازم الاكل يطلع بطعم السمنه البلدي. الحمد لله انا بعرف اوفق بين بيتي وبين شغلي بفضل الله. الحمد لله عندي ولدين وبنتين، عندي علي كبير بتاعي دبلوم تجاره، وعندي حبيبه اعداديه، وانس رايح سنه 5، ومريم رايحه 3 ابتدائي. انا بشجع اي ست انها تنزل تشتغل، لان يعني الشغل ولا عيب ولا حرام، يعني عادي.